أهلا بكم يا أصدقائي في السلسلة الجديدة الشطرنج الخالد. هنشوف أبطال من العصر الرومانسي وبتوالي الزمن بدأت الدراسة تمتزج فيها مع المتعة، ثم وصلنا في نهاية القرن العشرين إلى العصر اللي تقدم فيه الشطرنج كثيرا حتى وصلنا إلى العصر الحالي. وفي خلال هذه المسيرة الحافلة ظهرت أدوار سماها النقاد بالأدوار الخالدة، وأنا جمعت هذه الأدوار ووضعتها في هذه السلسلة اللي بتمتزج فيها الدراسة مع المتعة والإكروبات الشطرنجية. استعد حترى شطرنج لم تراه من قبل. وإذا أعجبك هذا الفيديو من فضلك سجل إعجابك واشترك في القناة وشارك بتعليقاتك، وتذكر شعار هذه القناة: الدراسة العميقة مع المتعة المؤكدة. أريد أن أضيف ملاحظة إن بعض المشاهدين يفضلون الدراسة مع المتعة، بينما آخرين ربما يريدون المتعة فقط، ولذلك يمكنهم بالمؤشر أن يتجاوزوا الجزء الأول من الفيديو إلى الجزء الذي يبدأ فيه الالتحام وتحدي الأفكار، وستتعرف عليه عندما ترى الرقعة قد أصبحت محاطة بإطار أحمر. سلسلة الشطرنج الخالد فيديو رقم 63، الدور الخالد لتارتا كوفر بعنوان التضحية بالإحساس. إهدائي في هذا الفيديو إلى الصديق شاهين اللي بعت لي سي في كاملة عن ماكس إيوي، والمداخلة أكبر من كده كثيرا لكن أنا اختصرتها إلى هذا الحد، وأرجو أن يستفيد كل الأصدقاء من قراءة مثل هذه الترجمة، ولكني أنصحه بأن يجزئها على عدة مداخلات لكي تكون أيسر في القراءة. سفيلي تارتا كوفر جراند ماستر روسي الأصل، واكتسب فيما بعد الجنسية الفرنسية، ووصل لمستوى متميز قبل الحرب العالمية الأولى، حيث فاز في مباراة شهيرة ضد ريتشي ثم أذبحها بفوزه على سبيلمان، ووصل في عشرينيات القرن الماضي إلى أقصى مستوى لديه، وخلال 6 سنوات فاز بعدد كبير من البطولات الكبرى، ولكن بصفة عامة لم يكن من الأسماء المرشحة المحتملة للقب بطل العالم. وتارتا كوفر بعد اعتزاله أسهم في إثراء المكتبة الشطرنجية بعدة مؤلفات على أعلى مستوى، وخاصة كتابه 500 دور متميز اللي أنا واضع صورته في بداية الفيديو. فهو وضع 500 دور محللة لكبار اللاعبين وقسمها حسب الافتتاحيات، وده بيدي معلومات قيمة وخبرة كبيرة للاعبين الذين يودون دراسة الافتتاحيات. الدور ده بنجاز ماروكز بالأبيض وتارتا كوفر بالأسود في تبليسي سنة 22 وتعليق جراند ماستر ساجار شاه، وهو دور خالد بمعنى الكلمة، لأن تارتا كوفر اعتمد الدفاع الهولندي، ورغم ان هذا الافتتاح مشهور للغاية هذه الايام، ولكن كان بيعتبر افتتاح غريب في ذلك الوقت. والدفاع الهولندي بيعتمد على خطة رئيسية للاسود بالهجوم في جناح الملك، ولكن ماروكزي كان لا يبدو انه يرى الخطر المحتمل، ولكن بعد عدة نقلات روتينية للابيض سمح للاسود بتضحية لامعة للرخ. ولكن اللي جعل هذه التضحية مميزة للغاية إنها تضحية تسمى تضحية حدثية أو تضحية موقفية، لا يمكن أن يكون اللاعب قد حسبها حتى النهاية. الأسود أخذ عدة بيادق، ولكن تعويضه الرئيسي بيكمن في قبضته الحديدية على الموقف. ماروكزي حاول النضال، ولكن الضغط أصبح كبيرا وينهار في النهاية. G4 E6، الأسود بيلعب E6 منتظر رد الأبيض. لو لعب E4 ممكن يلعب D5 ويخش فيه الدفاع الفرنسي، لكن الأبيض لعب C4 وتارتا كوفر كمل F5. ده اسمه الدفاع الهولندي، نايت C3 نايت F6 A3، بيمنع الأسود من لعب البيشوب B4 والدخول في النمزو هندي. بيشوب E7 E3 بيفتح الطريق للفيل للمربع D3 كسل. بيشوب D3 D5 نايت F3، وهنا الأسود لعب C6. ده تفريع معروف في الدفاع الهولندي اسمه تفريع الحائط الحجري. البيادق بتكون عادة على المربعات البيضاء،
بينها بتكون المربعات السوداء ضعيفة، ولكن كل ده من أجل منع الأبيض من لعب النقلة E4، وكذلك بيهيئ الحصان للذهاب إلى المربع الفاخر E4، لكن من عيوبه هو إضعاف المربعات السوداء. كسل نايت E4، الأسود بيحتل المربع الهام E4 لأنه موجود داخل معسكر الأبيض وبيتم دعمه ببدائين قويين، والأسود مستعد لبدء تنفيذ فكرة الحائط الحجري بالهجوم في جناح الملك بلعب نقلة زي البيشوب D6، ثم الرخ بيتحول من مربع F6 للمربع H6، والوزير بيذهب للمربع F6 وبيتم مهاجمة جناح الملك، والأبيض كمل كوين C2، وترتجوفر بيكمل في تنفيذ خطته ببيشوب D6 B3. الأبيض بيحاول يخرج الفيل عن طريق الفيونكة، وده كله من أجل السيطرة في النهاية على المربع E5 ووضع الحصان على هذا المربع. والأسود كمل نايت D7 بيحاول يسيطر على المربع E5 بيشوب B2، الحصان في طريقه للمربع E2 والحصان الآخر في طريقه للمربع E5، لكن ترتكوفر بيكمل في مهمته بروك F6 والرخ في طريقه للمربع H6، روك FE1، روك H6، والأسود بيهاجم المربع H2 والأبيض لعب G3. بالنقلة دي الأبيض بيحمي المربع H2، لكن في نفس الوقت بيضعف المربعات البيضاء حول الملك المبيض، وترتكوفر مكمل في خطته بكوين F6، والوزير بيلتحق بالرخ والفيل والحصان في الهجوم على جناح الملك، وماروكزي لعب بيشوب F1 بيتراجع بالفيل لكي يحمي المربعات البيضاء حول الملك المبيض، وترتكوفر بيكمل في هجومه بG5 بالتهديد F4 أو G4، روك AD1، G4 طالب الحصان، والأبيض كمل بنايت تيكس E4، F تيكس E4. الأسود وضع مكان الحصان بيدق، والبيدق ده بيدق قوي لأنه مدعم، وفي نفس الوقت تم فتح العمود F، وأصبح المربع F2 تحت الضغط لأن الحصان مطلوب ولابد أن يغادر نايت D2، ومن هنا بتبدأ الألعاب النارية. وترتكوفر بدأ هجومه الساخن بنقلة رائعة، يا ترى ايه هي؟ ترتكوفر لعب التضحية روك تيكس H2. من الواضح ان الابيض هياخد الرخ والاسود هياخد البيدل F2 بالهجوم على الملك، لكن لا يمكن ابدا اننا نتصور ان ترتكوفر حاسب كل هذه التضحية حتى النهاية، ولذلك بنسمي هذه التضحية بالتضحية الحدسية اللي بتعتمد على رؤية اللاعب وإحساسه بالموقف، والكثير من هذه التضحيات بينتهي نهاية مأساوية، ولكن الكثير أيضا بينتهي بجائزة الجمال الأولى، وهو اللي حدث لترتكوفر في هذا الدور، وحنرى نقلة بعد نقلة كيف استطاع الوصول إلى رأس هذا الملك. على اي حال الابيض بيلعب اجباريا كينج تيكس H2، كوين تيكس F2 تشيك، وماروكزي لعب كينج H1. لو ماروكزي ملعبش كينج H1 ودافع بالنقلة بيشوب G2 هتكون نقلة سيئة، لان ترتكوفر هيكمل نايت F6 وبيأتي بالحصان لمساعدة الفيل والوزير في الهجوم على جناح الملك، ولو الابيض انتهز الفرصة لابعاد الوزير بروك F1 هتكون نقلة سيئة، لان الاسود هيكمل كوين G3 تشيك، كينج H1، كوين H2 تشيك، كينج F2، بيشوب G3 تشيك، كينج E2، كوين تيكس G2 تشيك، روك F2، كوين تيكس F2 تشيك ميت. اذا البيشوب G2 لا تصلح، وماروكزي لعب كينج H1. لو ترتكوفر اخد البيدة G3 سواء بالفيل بيشوب تيك G3 على اساس ان طالب تشيك ميت، الابيض هيلعب ببساطة روك E2 وبيحمي المربع H2، والوزير لازم يتراجع، وهجوم الاسود هيقل كثيرا، بل ربما الابيض في طريقه للفوز. ولو اخد البيدق بالوزير بكوين G3 طالب تشيك ميت ايضا، هنا الابيض عنده النقلة نايت B1 وبيفتح الطريق للوزير لحماية المربع H2، وفي نفس الوقت بيهدد بكوين G2 ويطرد الوزير،
وهجوم الاسود ربما انتهى. ولذلك الاسود ما خدش البيدق جي 3 انما لعب النقلة الرائعة نايت اف 6، والابيض لعب النقلة الدفاعية روك اي 2، ودي بالتأكيد افضل النقلات الدفاعية في هذا الموقف. طالب الوزير وبتردوا من هذا المربع الحيوي وترتكوفر كمل كوين تيكس جي 3. حاليا الاسود متأخر برخ لكن امام ثلاث بيادق كتعويض له، ولكن قطعه الثلاثة بتتعاون مع بعضها البعض لكي تهجم على الملك الابيض. وكاسباروف اضاف ان بيدق الجي 4 ايضا بيساعد في الهجوم، ولذلك الاسود بيهاجم بثلاث قطع مع بيدق الجي 4، لكن لابد ان يترجم هذا التفوق الى فوز. على اي حال الابيض لعب نايت بي 1 وبيخلي الصف الثاني للوزير والرخ لكي يدافع جيدا عن الملك. لو الابيض ملعبش النايت بي 1 وحاول ان يدافع فورا بالنقلة روك جي 2 هتكون نقلة سيئة، لان الاسود هيكمل بكوين اتش 4 تشيك، كينج جي 1، كوين اي 3 تشيك، كينج اتش 1، كوين اتش 3 تشيك، كينج جي 1، وهنا الاسود هيلعب بيشوب اف 4 طالب النقلة القوية بيشوب اي 3 تشيك والاسود هيفوز. اذا روك جي 2 لا تصلح، وماروكز يكمل بافضل نقلة وهي نايت بي 1 نايت اتش 5. لو الابيض دافع بالنقلة روك اتش 2 طالب الحصان، الاسود هيفوز بكوين اف 3 تشيك، بيشوب جي 2، نايت جي 3 تشيك، كينج جي 1، نايت اي 2 تشيك، كينج اتش 1، وهنا الاسود عنده نقلة تنهي الدور فورا. يا ترى ايه هي؟ الاسود عنده النقلة الساحرة كوين اف 2، التهديد المباشر ان الاسود بيهدد الرخ، لكن التهديد الاقوى هو لعب النايت جي 3 بكشر الملك وفي نفس الوقت بيكشف هجوم على الوزير الغير محمي، والابيض بيفوز فورا. على اي حال الابيض ملعبش الروك اتش 2 انما دافع بالنقلة كوين دي 2، والوزير في طريقه للمربع اي 1 لكي ينضم للدفاع، لكن هنا ترتكوفر لعب احد النقلات الرائعة في الدور. يا ترى ايه هي؟ ترتكوفر لعب ببساطة النقلة بيشوب دي 7. بالنقلة دي الرخ الاسود بينضم للهجوم فورا عن طريق المربع اف 8، وهجوم الاسود بيصبح في منتهى القوة. على اي حال ماروكزي دافع بروك اف 2 بيمنع الرخ من الوصول للمربع اف 8، لكن ترتكوفر منع هذه المناورة بكوين اتش 4 تشيك، كينج جي 1، بيشوب جي 3، طالب الرخ وبترده من على العمود اف. وبالطبع اذا الرخ غادر للمربع جي 2 الاسود هينتهز الفرصة ويلعب روك اف 8، وبعد نايت سي 3 الاسود بيلعب بيشوب سي 7 وبيخلي الطريق للرخ للوصول للمربع اتش 3 ومنه للمربع اتش 1 بتشيك ميت. ولو الابيض دافع ببيشوب اي 2 الاسود بيغير خطته بنايت جي 3 طالب كوين اتش 1 تشيك ميت، والاسود بيفوز في كل التفاعلات. اذا النقلة بيشوب اي 2 لا تصلح، ولو الابيض حاول يدافع بالنقلة نايت اي 2 ايضا لا تصلح، لان الاسود هيكمل بروك اف 3 والرخ في طريقه للمربع اتش 3 والمربع اتش 1 بتشيك ميت. ولذلك روك جي 2 لا تصلح، والابيض كمل بافضل دفاع وهو بيشوب سي 3، وبيحاول يوصل بالفيل الى المربع اي 1 لكي يشترك في الدفاع. وبعد بيشوب اف 2 تشيك كوين اف 2 الوزير مطلوب والاسود عليه تكملة الهجوم. يا ترى ايه هي النقلة الحاسمة؟ ترتكوفر انهى الدور تقريبا بالنقلة جي 3 طالب الوزير، والبيضة اصبح بيحمي المربع اتش 2 ايضا كوين جي 2، وهنا ترتكوفر استطاع الوصول لهدفه بالنقلة روك اف 8.
والرخ اصبح بيسيطر على العمود F. على اي حال الابيض دافع بالنقلة بيشوب E1 وبيمنع الرخ من الوصول للمربع الهام F2، لكن هنا جاءت نقلة الدور اللي انهت كل امال الابيض. يا ترى ايه هي؟ كارتا كوفر لعب النقلة الرائعة روك تيكس F1 تشيك، وبيتخلص من احد المدافعين الهامين عن موقف الابيض. والرخ ممكن يتاخد بالوزير او بالملك، لكن لو اخذ بالوزير بيترك حماية المربع H2، والاسود بيلعب كوين H2 تشيك ميت، ولذلك الابيض لابد ان يأخذ بالملك كينج تيكس F1. وهنا كارتا كوفر كمل بنقلة ايضا رائعة. يا ترى ايه هي؟ كارتا كوفر كمل بالنقلة البسيطة والسهلة E5، بيضم اخر قطعة سوداء للهجوم وهي الفيل، والفيل بيدخل في اوج نشاطه وبيهدد بالنقلة بيشوب H3 وبيربط الوزير على الملك وبيفوز. وبالطبع لا يوجد نشاطا اكثر من ذلك، والابيض لعب كينج G1، ودلوقتي اصبح الوصول للمربع H3 ليس ذو فائدة كبرى، وكارتا كوفر استبدله بالمربع G4 بتهديدين كلاهما في منتهى القوة. اولا طالب ياخد الرخ مجانا، ثانيا وهو الاهم طالب يلعب النقلة المدمرة بيشوب F3، والوزير لازم يغادر الوتر، والاسود بيكمل كوين H1 تشيك ميت. على اي حال ماروكزي لعب افضل نقلة وهي بيشوب تيك G3، طالب الوزير وبيترك الرخ، لكن بعد نايت تيكس G3 تم الفوز بمادة، والاسود اصبح متعادل ماديا، لكن ده ليس مهما بل الاهم انه في طريقه للفوز، وحاليا بيهدد الرخ اللي غادر للمربع E1، والاسود كمل باحد النقلات الرائعة. يا ترى ايه هي؟ بالطبع الكثيرين توقعوا النقلة بيشوب F3، لكن هذه النقلة نقلة سيئة جدا، والابيض هينتهز الفرصة ويلعب كوين H2، طالب التكسير والوزير لازم يغادر، وبينتهي هجوم الابيض تقريبا. وقبل ما نكمل عاوز اقول ان مثل هذه النقلات ربما بتكون الفيصل في نتيجة الكثير من المباريات. على اي حال البيشوب F3 لا تصلح، وكارتا كوفر كمل بالنقلة الرائعة نايت F5. اولا بيكشف هجوم على الرخ وبيطلب منه المغادرة بحيث ان هو لا يحمل بيدة E3، وفوز الاسود بيدة E3 بينهي الدور فعليا، ولذلك الابيض كمل كوين F2 طالب التكسير، والاسود لعب بهدوء كوين G4 بيكثف الضغط على بيدة E3، لكن الاهم بيهدد برفع الفيل بكش بالكشف للملك، ودي هتسبب نهاية الابيض اللي كمل دي تيكس E5 بيشوب F3 تشيك، بيكشف كش من الوزير، وبعد كينج F1 كارتا كوفر انهى الدور بالنقلة نايت G3 تشيك. الابيض ليس امامه غير التضحية بالوزير، او ربما النقلة الوحيدة وهي كينج G1، وهنا الاسود حيجني الثمار بنقلة مختفية. يا ترى ايه هي؟ كارتا كوفر لعب النقلة الرائعة نايت H1 تشيك، بيكشف كش بالوزير، وفي نفس الوقت بيهدد الوزير الابيض، والملك لازم يبتعد، والاسود حيفوز بالوزير وحيفوز بالدور، ولذلك ماروكزي سلم. الحقيقة دور في منتهى الجمال بين كارتا كوفر، وهو بالفعل فاز بجائزة الجمال الاولى في هذه البطولة، وبين لنا تمكن كارتا كوفر وعبقريته لكي يفوز بمثل هذا الدور امام لاعب قوي للغاية وهو ماروكزي. الدور اللي هنراه في الفيديو القادم هو دور بين اتنين جراند ماستر، احدهم يوناني والاخر امريكي، ورغم ان اللاعبين غير مشهورين لكن هذا الدور اخذ ضجة كبيرة،
لأن كل من اللاعبين أصبح بيضحي بجميع قطعه، استطاع اللاعب اليوناني في النهاية أن يفوز بخطة لامعة ودخل اللاعبان التاريخ. فإلى أن نلتقي بهذا الدور الشهير، أتمنى لكم أطيب الأوقات. وإذا أعجبك هذا الفيديو من فضلك سجل إعجابك واشترك في القناة وشارك بتعليقاتك.